يفرج. انت يا ناية ما حد ليك ولا هاد لينك؟ تعبنا حاج 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 هرمنا وقامتو خلصيت. لك يا حياتي لا تحسسي، يعني البنت جاية تقعد معك كم يوم لبين ما تتحسني، هي رفيقتك لأنتي مو هيك وهيك، انتو كل يوم سوا. يا حبيبي يا قلبي، هذا الشهر هو أهم شهر، لأنه هذا الشهر اللي بيثبت فيه الحمل، وأنا لو مانك تعبانة ما بقلها. بعدين لو أمك مو مسافرة أنا كنت قلت لها تجي تقعد معي. ماشي حبيبي. إيه أبرني أنا. وصلت. هاي هلا. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ يا حلو تفضلي. هاي هاي كيفك؟ شو أخبارك؟ لك والله البلد معكم طاقة. طولي بالك يسعدني الصباح. أنا بس بدي أفهم، إيه مدى ترجع البلد مثل ما كانت؟ كتير زحمة برا، والله شبي عالصيف. لك وقفت على الزحمة يا تالا. خلينا ساكتين أحسن. حبيبي أنا بدي روح على العيادة، بدك شي؟ سلامتك حبيبي، ولا بدك تطمن علي كل شوي؟ خلص أنا منيح. لا خلص ما عاد بدي أقول لك، طالما تالا عندك أنا مطمنة. كأنه الدكتور سمنان شوي. شفت؟ قلت لك. هلا لسه ما لفيت، بلشوا تستلموني، طولوا بالكم ولا أمشي. يلا باي. أما انطلعوا على ضراير، أنا شو دخلني؟ يعني بنتك يا سدنا، يعني لأنه طلعوا ضراير، تدلنا عن مخنوقة، والله شيء بيضحكني. مين تقتلى وتهبجى وتخانقى وحردى وشدوا شعورة بعضون، والتمت الجناية عليهم، والتمت الحارة، ووحدة منهم فلعت لراسها للأخرى بكعب كندرتا. مين؟ هذيك مدام بوادري الأولانية شالت كعب كندرتا وسلختها للأخرى مدام بوادري رقم 2 يعني، وأجت الإسعاف. أنا شو يعني؟ بنظري؟ شو مسؤوليتي؟ شو بدي عم نفني؟ نعم هذا الدكتور الأفندي عن شو؟ بيطلب من الدنيا 100,000، هي اللي عم تشتغل، هي اللي بتعطيه، ما عطتش شيء معي، عن شو يعني بتشتغل السمنة ما تدفعوا كحنا وحنا؟ ولك أنا بدي أفهم منه ليش هيك عمل؟ عم بتصل فيه وما عم يرد علي. الله من فوق ما بيحبوا للظلم، كيف لكن ساوي اللي بدك إياه؟ ولك أنا لحتى نعمل عليك بساعة العيادة، بكون هلا عم يعمل عملية وما أنا فاضي إنه يرد علينا، ومن غير شيء بلش وشي يسلوت. وجيناي يلا قبل أقول لك دايما يعني حتى اني افحص ابنته اللي بيساوي الدكتور وبيعلم اي نعم نزلي طبخي. اي نعم انتي مليون ابري ما عاد تنفرج معك، ليش؟ لاني كبرتك هلا انتي بدك خيط ذهب، هيدا خيط الذهب بيبخشى والحنك من جوا تحت امك. اي نعم وبخيطها وعلى الاذن وبشدها 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 وبتضل صفيه طول عمرك. كيف لكن كلياتهم عم يساووا ما بيوجع مخدر يعني، لانه الشحروره الله يرحمها. وي يلا يا بنات عم اسفه في الشكيله. أهلين دكتور، أهلا وسهلا. شو هالحكي؟ إيه؟ يلا مسافة الطريق ممكن عندك. عفوني المشارع يا بنات. فرحة ماتوا؟ لك طولي بالكم، الدكتور ابني رجع دنيا على العيادة. لك يا دنيا يا دنيا، انت قلبك طيب، خلاص عصبت عليكي، شو هالقضية الفظيعة يعني؟ انت كمان روحت علي 100,000 ليرة.
أنا يعني سامحتك من نص قلبي يا دكتور، كيف لكان أنا الأخرى قلبي يعني مثل قلبك كمان، أنت مثل قلبي طيب، بس يعني ليش رجعت فتحت لي سيرة 100,000 ورقة؟ احكي لي الكلمة يا ست دلع. لك يمليكي بحق جدك يا حق، عم يقول لحكيم سامحك ورجعك على الشغل، خلصينا بقى خليه يشوف خدين. شو خدين؟ ليك ومن هون سالت. لا مو سالت، هذا بده إعادة حقا أكيد، أنت إمتى كنتي عندي آخر مرة؟ يعني مشيت من 9 شهور. هي لازم كل 6 شهور لانه مراجعات يا دنيا. نعم خذي المدام دلع وجهزي لي الابره. حاضر بجهز الابره. دنيا بدها تجهز الابره؟ اي نعم انا بس بجهزها، يعني انا شوي بالاخر رح اتعلم كيف احل فوتوكس كليته يعني. يا دلع يا دلع، دنيا صارت مساعدتي ولا تخافي على مسؤوليتي. الله يجبر بخاطرك، يسعد قلبك يسعد ربك ما احلاك يعني. دنيا بالاصابه. نعم برجع بقلعك. ها خلاص على نصتي. حاضر يلا تفضل. يلا يلا يا دكتور. ما حذرت حبيبي، امبارحة كان نازل اليوم طالع، ليكو سعره مسجل على الانترنت. لك يا بدرية شو انترنت ما انترنت؟ نحن عم نشتغل على الارض بالسوق، عم اقول لك فاصلة 6 يعني فاصلة 6. عم حاكيك، عم تسمعني؟ فاصلة 8 يعني فاصلة 8. بعدين انت ليش قاعد عم تناقشني؟ انا هون عبد مأمور، دلست 6 سولات. ايه بأمري. يلا معك. اهلين عمي ابو رشدي. يا عيني عد منهم زيبق زيبقه. شوفي هون كانه شفتي هاي الفوقانيه بنفسي شوي ها من هون. فنجيني نجوم؟ صاينا موسوسه موسوسه زياده عن اللزوم، يغسل عين عونك وحوانيكي، والله والله مناسبك عمليات تجميل. يخرب بيتها الدنيا شو شاطره، تقولي لي 20 سنه ممرضه امي. ما كانت اني انفلتي بتبيض الوش؟ لا قصدك بتظبط الوش. اي والله يا عيني عن هالمشنوم. تنفى بيوتي وشنكائها. الله اي والله والله ننقص عمني نيوم عمني. خاطرة بكتر خير الله. 15 بكفو؟ لهوي لهي 15,000 قليل؟ لا يعني أنا كنت متوقع يعني عام يعني نعم. طيب معناتها بخففون. لا ليش تخففون يعني؟ خففون عن إيدك وهيدون إي نعم. طمني دكتور صحة المدام شلونها؟ شلون صحتها يعني؟ إن شاء الله يعني. انتوا أخذتوا بعضكم حب ولا خطيب وجواز يعني؟ والله حب حب وقصه حب طويله جدا كمان. نعم الله يهنيها فيك يعني. انا كثير انت متجوزه؟ انا لا على بالي؟
مش لا يعني اذا شيء مناسب مش لا في اخي حلو مثلك احلى بكثير ايه شو بيشتغل يعني دكتور كمان عال انا موافقه يعني ايوه هيك بتصيري بتساعدي بالشغل وبالبيت نعم سيما انه انا صار عندي خبره يعني نعم ايه مشكله صغيره متجوز بنزل على دورنا لا لا بسيطة لازم نتجوز أكبر من هيك بكثير شو هي خير يعني؟ هربان بتركيا إيه ها يعني هو مع هدوليك ولا هدلينك أو؟ مع هدلينك اللي برا سويلا ويلا لا تعلي صوتك أكتو الحيطان إلى أدن خليه براحته عم بعنس أحسن أنا في الأكل كثير ما بعرف عمي عم جودة تسمع السلطنة هاي هاتلي دنيا يا غرامة لا 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 دخيلك 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 معروف بلوها امني ما خلص بلوها امني الله يوفقك في شي توني يا دنيا يا دنيا محروس راح القوالي محروس اسمك بوزيدة لك انا هاي الغنية بحبها يعني بتأثر في وجداني ايه انت بتحبها بس انا عم تسبب لي اوجاع يا محروم انت بتعرف انه انا علقان بدنيا بعدي اكلت لي نص الاطرميزات مشان تجيب لي الموافقة ولساتك قاعد عم تغني لي يا دنيا يستر عرضك انزل جيب لي الموافقة اشبك اشهل مني هاي كلهم كم مكدوسي وكم دعبولي تلبني وشربتهم ثلاثة من هالمعقود جاي تمنينا فيهم شوف لي قلن لك اذا تقضلها كفي اللي اسوي هاي تخسرها للبني مثل ما عم اقلن لك البناي بده يعني هدوي بده رواق اترك على الموضوع علي وانا بحله خلاص هلي هلي لي تفضل زي جيب لي موافقه بس انا يعني عندي فكره هيك صغيره يعني انا بشوف انه انت لازم يعني ايش تسوي يا اخي اكتب لها شيء في اسمها مزرعه بقره ايش يعني اكتب لها خليها تحس انه هي لها يعني ايش قيمتها كبيره لو كنت قلتها هاي لا اكتب لها ارض ضيا يعني اضرب علبه يعني حقه 50 مليون ليره منيحه لك اشو منيحه بتكون بقره اذا ما قبلت بتكون اشو بس تجوز عمتي؟ لك انا ايش بدي بعمتك يا الله يوفقك يا معروف اسمعني لك عامل لك علام بدنيا اسمعني اقول لك انا عندي عمتان بعطيك التنتان في سعر دنيا ايش قلت؟ لك يا معروف عم اقول لك علام بدنيا خلاص خلاص انا رح اجيب لك الموافقه يشهد الله انا بجيب لك الموافقه وخلاص بس في عندي طلب صغير تفضل هلا اذا بدي اطلب منهم قاعدين كل الشباب ما بدنا نطعميهم معقود؟ منطعميهم اه رح اخذ هاي ايش رايك؟ خلص خذهم ها؟ بدك شيء؟ لا اوعى اوام اسرق يخرب بيتك شو بالله موتي معلش ياخذ الطرابيزات كلها بس يجيب لي الموافقه يا رب دخيلك يعني من حظي النصيب يا رب تقبل دخيلك تقبل وطلعوا ضرايي وتقتلها وتهبجها وحده منهم يا خضرا فتحت لها مخها للاخرى وشقت لها وجهها كلها خلصنا يا دنيا خلصنا سنسمع هالسيرة كيف منا انتي سمعتيها 100 مرة هنن اول مرة بدي اكملها انا كيف لك انا الطلبة والاسعاف والشرطة والجامعة والجيران بدي روح انا مشي تكاين حاج يا حكي خالتي يعني هلا انت صرتي ممرضة؟ اي نعم ممرضة شلون يعني شلون يعني صرتي بتضربي ابا؟ لا ما هو بشوف قبر وبحقول وبسمير وبشيل شعر يعني بشيله بالريزر اي نعم اربعي اربعي لشوف اي نعم انتي ما تكفيرة الهون على منخارك لعنا والمنخار موقع الان اي نعم وانا انتي جاي تصميمك منك وفي كاي ما بدك شيء دنيا تعي بتحكي معي كلمتين حاضر انتي تقبريني بعينك بعدين انا قولي دنيا يلا حاضر اسير اسير قولي لي يا حبيبي تقلبي دنيا شو امنتي مشان حسون شو بيه حسون هذا الزلمه صاين عشقان ونهان وبحبك مغنوم ومفتون ايه يعني ابو ملعون ايه ها انت ليش رايحه يعني عم تعدي ياسر العظمي صرنا ايام منايا خلينا بموضوعنا اي نعم هيدا حسون واحد حمار انا لا واحد الاخر اي نعم ليش لانه هو مثل اخوي ما بشعور يعني تجاهه اي شعور بعدين هذا هو متجوز يعني فهمتي ولا ما فهمتي دنيا انا فهماني فهماني بس هو ما عم يفهم هو حيموت انا نعم واحد ثاني واحد ثاني سني مني سني مني سني مني سني مني لعند دنا خانه انا خايفه حدا يشوفني حدا يحكي عني يعني انا ما بدي سنتين عنك الانسان يعني تخيلني 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 يسمع محروس بهالقصة اللي تصاحب على مني مسكون يعني هاي الوحيدة يلي ما سمعتها يا حمار انا ايه نعم من منا انت نو من عمان العمان انا بتصرف معاه لانه هو واحد
ايه انا بفهم اي شيء لك عام. دنيا عروستك تكلمتين على جنى جيتك يا نور. اسمحي لي قلت لك اني عاوزك في موضوع اكثر منها جيتك. اي نعم يا وانا كنت ياكي موضوع ضروري. شبكوا شبكوا دبختوا انا المخنوقه ونعيحونك ونعيحونك عليك عشقه بتعيك الدبان ما بيعجوا غير على قطعه الحلاوه وعصباني. تعال محروس انت اولا يلا. ايش في؟ شو ايش في؟ ما قلت بدك اياني؟ انا؟ اي نعم. ايه ايها مفتوح السردين تاني. اي نعم مفتاح السردين. اي تعال انا عاوزك. انتهي يا علي ما في بقلبك مخ ما بتفكر بعمرك تترك هذا الادمان. يا الله يا ريت في هيك حب. اكيد في طبعا. هي انا وفؤاد هيك ويمكن اكثر كمان. لك ايه بس قصدي بشكل عام يا ريت الكل بيقدر قيمه الحب. انت يا بنات شكلك رومانسيه زياده عن اللزوم وراح تتعذبي كثير لحتى تلاقي طولك. برافو علي صرت قايلت لها هالحكي 100 مره وهي ناطره الحب ينزل عليها فجاه. لك شبكي لحقاني انا ساعتني صغيره. هذا هو الحكي شفتي شلون. انا رح اطلب عشاء شو بدكم تعشوا؟ لا انا ما بدي اتعشى ماني جوعانه. اذا ما اكلتي ما رح اكل. لك شبكي انت حامل مجنونة شي؟ ايه بدك تاكلي لك دبرية تفضلي. يلا امري لله بتعشى. شو بدنا نتعشى؟ رح اطلب على زوي دقيقة شوي. ليه كثير هاك كثير هاك. اسمعي بقول لك هلا انا بدي اخذ نفس الوقت اللي اخذته خضرة جوا. ها مو تعملوا لي خيار ومأمون ما بتزبط معي. ها خلصنا محروس خلصنا طولت. ماشي وطي صوتك. وانا كمان امي ما حدا احسن من حدا لانه الموضوع اللي بدي احكي معك كثير ضروري. صب شاي عوبي صب شاي بدي تفضلي تفخانو. ما بدي مأمون خانو عفوا محروس. أنا شكيت بالموضوع لأني سمعتها عم تحكي فيه أكثر من مرة ولو ما شفت بجيبتها $50 ما كنت قلت لي. ويلاح ويلاح يا بدركي. نعم قلت هاي لا توصف. فأيو ليش أقولها؟ ما أنا عم قولي كرمال ما أقولها. إي نعم لأني كنت أفهمك طرفة حيواني ما بينقال لها هيك شيء. خلص تركيني أتصرف أنا. والله يرضى عليك ما بدنا البنات يضيعوا من بين إيدينا. شفتي ليش أنا عم نق عليكي على السفرة؟ عم نسمعك القصة بالبلد بتوقف القلب وبترحم. حاج سوتي الدنيا بوجعك. الله لا يوفقك. خلاص انا بتصرف قربي فعلا خليني اعاني. ايها شوفي عندك شعر هون تحت تعني كيف لك هيدا من اكل الدجاج من الهرمون بكثره. اي نعم كيف لك لازمك ضربي تريزول. اي نعم الله لا يوفقك. شوية الاخر بتصيري مثل المعزاية. لازمني كتير شغلة. اي نعم القلب رؤية عندي على هيدي. انا بظبط لك موعد غدي بس يطلع الدكتور من هيدي كيف لكان. منين يا حسرة؟ وتحيني رح اخذ اجرتي هاي تقدمي بلاش يعني تقبريني. حاجت العين. يلا اللي بعده قولي لها لطرفة انو هاي. يلا سوفتت الدنيا بوجهي. الله لا يوافقك. قوم محروس دورك. يلا اجي. قوم محروس قوم. شوفي شلون صحتك شلون عافيتك ان شاء الله مبسوطه انت ومحروس تقبليني. شوفي شو انت من الدنيا شو بدك منا. بعد هيك بشنوت اللي قلت لك اياها كليوتا والمواصفات في هالرجل هو العقيد ايش قلتي يعني؟ ايش بتقولي؟ قلت انقالي قويلك. خلص فهمت عليك. نعم يلا انقلي محروس انقلي طرفه اعطيني اللي بعده ما بعرف وين انا. يلا تقبليني يلا يلا بدي بدي تقبليني. محروس شو تقبلني؟ شو قلت لنا؟ شو قالت لنا؟ ما طولت انت؟ شو صار؟ عصبت عني؟ محمود الدنيا اخذوا عطا والنصيحه كانت بجمال. بدري حبيبي تعالي انتي شايفي هيدا الباب هلا بتطلعي منه ما بتعودي ترجعي يعني انتي مطروده. اطلعي لبرا اطلعي لبرا من عيني. وبعدين معي ما بدك تحكي؟ شو قالتني؟ شو قلتينا؟ قلعتني ليش يا دوري؟ انت بالذات مالك دور
جرباني جرباني بعدين كيف لكن؟ وبمشي بنومي وبرفس وبشخر وإسا ما خفية كان أعظم. بتحمل كل شيء، كله بحبك فيهم. حاج خاطرك توفى دنيا. تعي حبيبتي الدنيا أخذوا عطا. تعي تعي محروس محروس. لا راح يمشي الباص، طلع وراي. لو كان وحني شي ثاني بلا يعني إلا ما يمشي الحال. شو بك عمي، هي قصة أول محاولة إلي يعني. آخ عذاب. شو ما قد تمشي يعني؟ يا حبيبي اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. سلام. شلون يا عمي عباسة؟ لا يعنيك لا يعنيك والله، طول مفصل يا تفصيل لإلي. إيه؟ شو حق عمي؟ ألف ليرة. ألف شو؟ 800 ورا. لا غالية كثير. لا تشلع لا تشلع عمي، 500 بدك. لا 500 ورا غالية غالية، أعوذ بالله. 200 يا عمي أبو قاسم، ما معي 200، غالية كثير، ما بدي إياها للكنزة. هات ولا تنصيب. خلاص قول هيك من الأول لك عمي أبو قاسم، تكرم عيونك. اسحب لك وحدة. يلا. هي هي. يلا ان شاء الله تربح يا عمي ابو قاسم، واذا ربحت بدك تكرمني. ها من عيني. هي من هي. السلام عليكم. مع السلامه. يا عمي شلونك يعني؟ اهلا وسهلا. عينك لو انت اصغر بدي انا اكبر شوي. يلا الله يجعلك مثل اخوي تحاسبوا. شو يعني؟ ما بدك تسحبي لك ورقتي يا نصي؟ ليش لحتى اني ما اسحب؟ كل ما بشوفك بسحب. صار ويلهوي ليش الدكتور بس انت اختار لي وحده. كيف لك؟ انا نقيلك. اي نعم. يلا خدي هي. هيك شو قد حقها؟ 500 ليره. لحظة لحتاني أشوف بكفة. وشلونك عمي أبو قاسم؟ الحمد لله دايلك بالخير يا دكتور. هاي 100 وهاي 200 وهاي 200 بيطلعوا كلياتهم كلياتهم. مظبوط. 500 ورقة. إي نعم. إذا كان هتحقق الكنزة خذ هي. إي ماشي سيف هي 200 ليرة. أعطيني الورقة. كيف رأيك؟ لا صحيح؟ نعم. شو رأيك تاخذي هي؟ ليش يعني؟ ما بعرف ليه حاسسني قلبي إنه هي الربحانة. قلبك حسك هي؟ الله وكيلك هيك إحساسي. يلا. هيك هاي يسلمون. الله يصنع منك يا رب. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف لكن؟ اينك؟ السلام عليكم. سبحان من غير قرودك بغزلان مدري شلون يعني. كروتش عاوزتك كلمتين انا. بتموني بتموني دنيا خانم، تفضلي. عم تسمعك عمي ابو قاسم. مع السلامه. ان شاء الله بتربحي يا دنيا. غير دنيا شوفي. كلمتين ما في غيرهم حسن. في شغلات عني انت ما بتعرفون. كيف لكن؟ انا جرباني. بعدي بشخير برفس بمشي بنومي وما خفي كان اعظم. اي نعم يا ستي على قلبي احلى من العسل. انت بس وافقي. لا عسل ولا بصل قامت وخلصيت خلصيت. انت متجوز وداد؟ وداد مثل اختي. لك يا دنيا الله يرضى عليكي، وداد على عيني وراسي، بس مو من حقي افرح لي بشقفه ولد. عال اصبح روح عالجها. يلا عالجها. ليش انا معي امشي؟ اي نعم ما معك تمشي. عاد اصبح فكر وشكله لمخك. كيف بدك تشتغل اوفر تايم لحتاني تجمع مصاري لحتاني تشفي غليل هالمخلوقة وتعملها ام مشي حسن؟ يلا ماشي. ما هي ابو قاسي انت بتعرف انه تمك على الموضه؟ كيف لكن؟ لو بتشوف النسوان عنا بالعياده شقد بكتا وعملي فوقن وتحتن لحتى يصير تمن مثل شفاتيرك. كيف لكن؟ مين عم؟ الله عليك يا دنيا. تفضل. يا خلص خلص بس تعتمدي مو مشكله بظبط لك السعر. يا اهلا وسهلا. اهلين اهلين مدام. اهلين الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. بدي استنيحك يعني اغيب ساعد زمن وارجع اذا ما عندك مانع يعني. في زباين برا؟ اول زبونة بدها توصل لسه بدها ساعة ونص، بكون لحقت رحت ورجعت يعني. طيب روحي بس لا تأخري. كتر خيرك تكتب اسمك يعني. دنيا؟ فيكي بعد الشغل اليوم تروحي لعنا على البيت، في عنا عزيمة عشاء ومرتي هيك حامل تعبانه يعني ما فيها تشتغل، ساعدينا شوي يعني. الله يقيمها بالسلامه من عيوني. دكتور بروح ليش لحتى ما اعرف؟ ايه اكتب لي العنوان اوام. لا لا ما في داعي ما في داعي، بس ترجعي ونخلص الشغل ونروح سوا على البيت، شو رايك؟ سوا؟ اي نعم نشتاق نروح سوا يعني. اجيب لك شيء انا وجاي يعني ضيافي ما ضيافي مشان العشاء. لا 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 تاكليها كله موجود. اي حاضر من عيوني يعني. حاضر دكتور. وين اخذتيها؟ اي نسيت. اي نعم. في يعني
يكون حد منخرط يعني. ايوه شيء ملوت هيك يعني. قلت لحالي بدك تعملي لي عملية تجميل والله. لا ما بدك عملية تجميل ولا هو يعني جميل خلقه يعني. يلا روحي روحي مشان بدك. ايه هون نسيتني. انتي سولوف؟ انتي سولوف؟ اي نعم. مسكي هدول اديهم قبل ما يجي الزلمه على الطريق. حاضر معلمتي. نقطه هون تحت المكتب. اي نعم تحت المكتب لانه ضرورات هدول ممنوعين. الله لا يوافقك. يا عليكي بيتك شو؟ ايها انتي بعرفك انا. اي نعم انتي سولوف تاجرة الشنطه. دنيا؟ اي نعم وهل يخفى القمر؟ ما بنساكي انا بعدك عايشه. قصتك بتشتغلي بالممنوع، كنت رح بدك اياي بالسجن ايام ما كنت بدك اياني اهربلك. الله لا يوفقك. طولي بالك بتكوني مخربطه. لا انا ماني مخربطه، عم بقولش قلبي نائزني من هالشغله. اطلعي لبرا ولا اطلعي اطلعي طالعه لبرا. بس حزرك فزرك وين بدي اروح؟ رايحه عند الشرطه رفقاتك. شو شرطه ما شرطه خالتي بوس ايدك. خلصي انت. ايها هيدا اسمه تخريب للاقتصاد. كيف لك؟ ولك يخرب بيتك واقتصادك ولا ايه؟ مالي موطي صوتي واللي عجبه اهله واللي ما عجبه بلا متضايق قدامي ولا ايه؟ معلمتي بوس ايدك مشان الله تصرفي. وانت شو دخلك فيها؟ هاي مسروقه مثل بنتي. اي نعم هاتي الدولارات انقلعي انت وياها تضربي منك لها. هاتي. ايها ايها شفتي استغنت عنك عند اول مطاب. الله لا يوفقك يا سولاف. لكي طلعي فيني حطي عينك بعيني. انا طالعه من هون بس ما رح اخبر الشرطه مو كرمالك. لا كرمال هالطفله الحزينه هاي لحتاني ما يروح مستقبلها. يلا هاتي هاتي انقلعي انت وياها. يلا بنت اسا ما فتحت عينها على الدنيا. مت عينك بتصطاديهم صيد انتي؟ ولي على عيونك لسانك اطول منك. هاتي الهور عم قلك. عليك اي على امثالك. متاي ولي هاتي هدلون خديهم رديهم على جوعتك. ولي على عيونك لسانك اطول منك. يا هاتي لحالك اربع خطوط وطولي منك لك. على عيونكم. دنيا اشويا دنيا ليش تضرب البنت اسوي كيف؟ استا ما بضربها استا بتعصب تحت اجري انا كمان. اي نعم الموضوع خطير وله ويلش قد خطير عن جد؟ اي نعم قولي ما يكون الموضوع النباني يا دنيا. دنيا نعم احكي شو في؟ احكي قدامك حاضي تفضلوا مدوا قدامي على الغرفة اجتماع عائلة. شو عم يمني؟ شو عم يبعثكم من شرطة؟ يعني ما تفهمينا ايش القصة يعني قاعدة من منك عم تحكي؟ احكي لنا على ايش ايش صار؟ حاضر هاي اللي قدامكم باختصار انا انقذتها من الضياع. انقذتيني؟ ايش حطتني شحطة الشام كلها عرفت شو القصة؟ دنيا لا تقولي يا دنيا لا تقولي. لا 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 ما رح اقولها. لا يروح مخك لبعيد انت الاخرى. بنتك عاملة عمي وقد خلصت. لك ايش عاملة؟ اي نعم بنتك يا محروس علقاني مع وحدة عم تشتغل معاها وهي الوحدة انا بعرفها من زمان ومعاطلة. مينو هي؟ مينو هي؟ سولاف تاجرة الشنطة بتتذكريها؟ سولاف ايه عرفتها قلي هيك. هلا عم تشتغل بتصريف العمولات الاجنبويه ليلا جهارا نهارا فقط لا غير. وبنتك هاي مقصوفه العمر لو ما انا شديتها من شعراتها كانت تخت بالحبوس. لك ولي قلي ما اتركي تروحي من الطريق الطويل. ايش اخذك من الطريق الطويل؟ والله من الطويل والله من الطويل. ناوي ناوي تقول لك شيء انا هيك هيك على خدمه النبات ده بنتك يخرب بيتك من حالك يا صف عمك ايناي. اسمعي لي قلك شايفه هول باب الدور ما تطلعي منه. اذا بتطلع قسما في زوت اللي علي الطلاق من هدول البنتين ايش بسوي؟ بربطك في التخت. سمعاني ولا ايه؟ حاضر. يا محروس يا محروس انت اسلوبك غلط. ليش مالك سمعان بالتربيه الحديثه؟ بعد عن العنف معاها. انكبر ابنك خاوي كيف لكن بصراحه انت وامها ما عرفتوا تربوها تنتيناتكم وانتي الاخرى حاج تضحكي. اي نعم انتي الاخرى عليكي مسؤوليه. انا شو دخلني؟ اي نعم شو دخلك يعني؟ هاي البنت بسبت ولادك اللي بالغربه. اي نعم سباره بسبارهم كيف لكن لك يقبل اللي خلقك وبتعرفي تربي كمان. محروس جوي جوي نوح نوح لعنده نوح نوح توبنيني توبنيني. انت
رجعت وبنيني. الله يوفقك إناهي، الله يسطر عليكي. دخينا بك أنا، دخينا بك يا دنيا، ما في مالك أنت بالدنيا نتاكي. هات ما حلوين حبي دقاي. أنا تأخرت لازم أروح على العيدي، عندي زباين خير الله بخاطركم. أي نوحي 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 نوحي، ما كنا فكنا نوحي نوحي. لا حالي ام رباي وبتعرف تتربي. لو انا مستعبه موت لنص البيت. خلص هاي القصه، اعتبر هاي الموضوع عندي انا، بس انا اطلع على غرفتك مره صغيره بديها. باي باي بكر. برهان اضربها ابري هيك بكفي طولة. لا اكثر لا اكثر لا اكثر، صاروا شفايفها فوق مناخيرها. انها في وحده يعني عملنا شغلي هون، يعني اول مره بشوف عين فوق الحاجب. يلا الله يديم حبي يا جماعه، يعني هاي الايام ما عاد تكررت من زمان، صح دكتور؟ اي والله اي والله يا دنيا. يا عمري مدي ايدك كلي كلي. لا لا مو جايعه بالي. شو هي مو جايعه بالك؟ كلي مشان البيبي اللي ببطنك. ما بصير. إيه انا يعني بهنيكم على علاقتكم، يعني انتوا مثل الخوات، الله يهنيكم ببعض ولا يفرق بيناتكم. انت مثل حكايتي انا وطرفه. مين طرفه؟ طرفه هاي رفيقة عمري والايام الصعبه والشقة والتقدير. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك مثلك انت وياها، يعني شقيقتي. الله يخليكم لبعض. تعيشي. والله ظريفه هالدنيا يا دكتور فؤاد. ما في منها شوي ثاني رح تصير ممرضه. نعم كمان؟ إيه؟ يعني ما هو كثير تشدي ايدك، بس انا عم بتلمس على ايد اهم دكتور وجوه، يعني وجوه شوي. يا حري يا حري شيك يا دنيا، رح تصير بدالي شوي ثاني، طولي بالكم. فعز الله العين ما بتعلى عن حاجب الا عندك يا دكتور. تفضلوا تفضلوا لحتى اني اسلم. يا حري يا حري شيك يا دنيا. لحتى تعرفي اني انا بفهم، مالي حمار لما قلت لك ما بديك تشتغلي، لاني بعرف اخرتها. لك بشير شلون عرفت يعني انت؟ لانه اختك فجاه صارت تلبس وتتمكياج وتتفستها، معناها في شيء غلط. انا عم اقول لحالي والله بتعرف قلبي ما ارتاح لها، بس انا انتبهت مو انه ما انتبهت، هالمره ما ارتحت الا بنوم، بس اختي بدريه ما بينخاف عليها. انت قلبك طيب، اختك بدريه ما لها قليله. لك بشير شو بك بشير؟ ارجوكها ارجوك لا تحكي عن اختي بدريه، هي جلبه ونضحك عليها. انا اللي بهمني انه ما ينضحك عليكي، انا شو بدي؟ بدي من هالحزمه عود والباقي تنتعوا القرود. يا بنت الكلب. شو يا روحي؟ شو يا قلبي؟ نكتب نكتب؟ نجيب بشكل فقرة تقبنيني على صفين الحوم؟ امي والله ما عملنا شيء ما عملنا شيء. مو ناقص انك تعملي شيء تقبنيني، والله والله اذا بشوفك بهذا الموقف منا ثانية، نقلبتك مثل اختك الكلبة. وانت ونا؟ انت ونا؟ اعزينا ما ننزل، اعزينا ما ننزل، هذا اخر ننزل، وانا بزتك بالشارع مثل الكلب. يعني هل الشريف الآدمي كنت قصرته تتباوى عليه ليه؟ لأني فقير. شو؟ شو يا مهند؟ شو أيها العشق الممنوع؟ عدتني بدي إياها بنامة؟ أرفعت معي وصلت معي نهار؟ فهمان؟ دمو لعب؟ دمي؟ حياة اللي خالق أمان الفارقة روضة لي غصب عن اللي بده واللي ما بده. قال حلع البرتقة ما بدي عنا بدك تحل عنا، بدك شو؟ تحل عنا اللي شو؟ هتحل عنا ولا ما هتحل عنا؟ اروح من وشي يخرب بيتك من حالك. صباح دكتور. صباح النور. شو هذا الهوا جازي؟ يا سلام. كيف لك؟ طمني دكتور، يعني انا ان شاء الله بيضت وجهي قدام المدام، يعني ضيوفك امبارح مو بيضتي بس شيء بياخذ العقل، ساري اعتمدتك بكل العسل. انا جاهزه بس ما تلخص، يعني حاجتكم اكل مطاعم لازم اجيب رفيقتي لف وعيط وبوخه كثير شاطره، وهي قاعده هلا بلا شغل، انا الله يعني مأكرم علي وعم بشتغل مبسوطه كثير اكل، بجيب لكم طرحه بقول لك يعني ماضي بس يعني خليني بس اعبد لك شو كثير بتطبخ يعني الله معك شاطر هنا هنا شو حكي انا؟ دمياط اعطيني كاسة. نعم تفضل. وطرفة يعني خلص خلص ذكريني فيها، انت ذكريني فيها. حاضر تطبخ اكل اللبن. اكل اللبن واكلات وكل شيء. رجعي قاطعنا ايه ها؟ اخ اخ يا خطنا. انا ستعد قعدت البنت ناحت من بين ايدينا.
بس الحمد لله، الحمد لله انه في وناي وحده وفيه، وحده حبابه، وحده بتموت عني ساند دهني تقبن انبي دنيا تقبن انبي، لك طلعت اوفى من الكنبه بمناحن. ايه معك حق، بس هالمره الله ستر، ما بتعرفي لقدام شو ناطرون لبناتك. يعني شو قصدي؟ شو يعني؟ يعني انت فهماني علي، لازم نترك ونمشي، خلينا نسافر. ايوه يا دنيا. نعم نعم دكتور. لسه في زباين برا؟ لا عوفت الله يرزقك يعني، يعطيك على قدنيتك كيفلك. اخ الله يخليني اياكي، معناتها انا رح اروح على البيت. انت بتنظفي المركز وبعدين بدي اسلم. كل يوم انا ما نظف، بعد ما تروح من غير ما اقول لك اساعدك بالجاكيت. لا لا ما في داعي، ما شاء الله حولك شو شبقة يا دنيا. نعم شبقة يعني، بس لو بتخففي قري شوي. ايه نعم الحق معك يعني، بس مو بايدي يعني، بحاول اسكت بس. الله معك يعني ميسرة، يكتب لك بكل خطوة، يسلم يسعد قلبك يسعد ربك شعرك حلو. نعم خليني ادق الحديد وهي حركة. الله صايرة صايرة. الو يعني لشو هالنظارة؟ هدلون لحتى تتشمس فيهم على صحيح تعني السمكات. ما بعرف انا، ما بدي اختي، ما بدي لعندي اختي. مينا ما صدقت امتى جيت؟ ما بعرف انا بناقصني يا مينا. عينك انتي وقلبك تلقحا. يلا يلا مينا شو هالنا؟ اقلعي تجهز لحتى وين بدي اوصي هيك؟ لا تجربي في نايت، بدي انتهي على نصي. يلا انا شو اسوي؟ هلا انتهي امسكيها. طبعا كرمش عيني. ما حوجعك فعايينها، وين الشعرات؟ ما شايفتوني. اي شيء النضاره اللي تشوفيها؟ لا بقدر اشيلها لانه هاي نقطه ريزر، اذا فاتت بعيونات بتعميني. ايوه يلا يلا شو عملني؟ اسم الله والنبي. الله اكبر. دنيا شو هالصوت؟ بتراقبني عم تقرني؟ لا لا خالي شي مو داخلي. يعني حدا عم يفتح الباب يا ابني؟ ليكون حرامي. قومي 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 ما بيستحوا. نعم نعم يا دمعت
فيني اتحمل، ما فيني اتحمل، ما فيني ما فيني ما فيني. خلصنا بقى خلصنا، حبكت هلا حبكت. اتحملي شوي شوي صليك. يا عبد الله هاي رفيقك لكن النفقات مثلنا، بعدين واضح انه مو اغتصاب، انه تنتين من خاطر. شوفي شوفي لكن الله ما يوفقه كشفة تنين. انا ما عاد فيني شتي افتحه. اسعد لكن روحوا من حقكم من حقكم. بروح بقول لها كل شيء شفته